نحن شباب أهالي حي المهندسين قمنا اليوم بمأدبة الطعام لأهلنا في محافظة نينوى لذوي الشهداء والمرابطين منذ فجر اليوم، أهالي المفقودين بالأخص، فقمنا بمأدبة الطعام لهم ونطالب من دولة رئيس الوزراء بمحاسبة المقصرين في هذه الكارثة العظمى. أخي العزيز، الرجل يجب أن يكون منصف في كلامه، فعلى ما يقال بالمئة وخمسين هي تحتضن استيعاب، فوردت معلومات لنا بأن أخذت أكثر من 200، وهناك يعني سوء إدارة. أولا يجب أن تكون هناك إجراءات سلامة، يعني من نجادات، من قوارب، من شرطة نهرية، كوادر سباحة. الحكومة العراقية من الرأس إلى أدنى موظف فاسدين وسوء إدارة عندهم بشيء ما يوصف. يعني عجل بلم واحد بشرطة نهرية، محافظة كاملة خوش، وين صايرة هذه؟ أعداد المفقودين وردت لنا فوق 90 يعني، واللي الجثث المتواجدة واللي استلمتها الأهالي ما يقارب 120. احنا نريد بس المفقودين، كثر غواصين، أطالب المحافظات الجنوبية حتى، لأن هسه الماي أخذها هذه الناس، يعني ما ظل هسه بالموصل، هو هسه هاي انسحبت. نطالب من المحافظات بالكوادر الغواصة بأن تساعد هاي الناس، على الأقل بس الجثث تستلمها حتى الناس كرام الميت دفنوا. هسه عندنا جسور منهارة ومهددة وبخطر، يعني مثل السويس، انحاريب، هذه كلها تخوف. يعني احنا نريد إعادة إعمار الجسور، واكو يعني الباحة سد الموصل صرح زيادة من 750 لتر إلى 1000، أنت زيادة منسوب المياه، هذه راح تأثر يا أخي على هاي الجسور الضعيفة المبنية، وإحنا نعبر من فوق الخامس بسياراتنا حاطيننا حديدة زين، هو هذه الدوبة غرقت، إنه بهذا فلت برغي وإنه طامسين هم بالماء. أخي كل شيء توقع بهذا البلد، لأن من أمن العقاب ساء الأدب، ماكو يعني ما الواحد يشتغل بضمير ما أكو. طالب الحكومة المركزية بالتعديلات وإصدار قرارات رسمية لخدمة المحافظة، ونطالب ايضا اعضاء مجلس المحافظه بتقديم استقالتهم ومدراء الدوائر ايضا كرامه للشهداء اللي راحوا. هذا الحادث لو صارت بغير دوله اعتقد الاجراءات الحكومات المحليه والمركزيه تتخذ نفس الاجراءات. كافي يا مدراء الدوائر، يا اعضاء مجلس المحافظه، يا سياده المحافظ، كافي. الى متى يعني هاي العوالم؟ هاي صارنا 4 أيام لحد الآن الجثث ما كملت، تقريبا ما يقارب 60 إلى 70 مفقود. نطالب تحقيق عاجل. ندعو سيد رئيس الوزراء وسيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس البرلمان إلى الإسراع بإصلاحات، ونطالب أيضا بتشكيل حكومة إنقاذ متمثلة بشخصيات من محافظة نينوى، من شخصيتين إلى ثلاث شخصيات، وإعطاهم الصلاحيات للعمل لخدمة المحافظة. طب برأيك من يشوف انه المقصر؟ المقصر من دولة رئيس الوزراء إلى رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية إلى المحافظ إلى أعضاء مجلس المحافظة إلى الصحفيين، أنتم إلى المواطن نفسه. لأنه احنا كنا نشوف نتغاضى بما فيهم الإعلام، بما فيهم المواطن، كلها متواطئة بالموضوع هذا، كلها محسوبة، كلها مقصرة، ماكو واحد ما مقصر. أخي احنا نطالب الحكومة والمحافظات تطلعوا لنا اللي بالمية. لحد الآن احنا لحد الان يجي 150 70 80 جثه لحد الان ما حد يعرف وينهم لحد الان، واحنا نعاني ما نعاني، والاسى الناس هاي تنتظر 3 أيام صار لها، وباكر وعقب باكر امطار انطت امطار غزيره. يعني اسى اذا فتحوا السد والامطار هذه اذا بهالصحه وهذه ما لحد الان ما ماكو اثر، ما راح بس صحه ما لقينا جثث.
احنا اللي متى ايش ثاني؟ نطالب الحكومه ونطالب المحافظات ان يطلعوا لنا بس الجثث، لا اريد منهم قرشيه ملتي يسوون تحقيقات مع ابو العبارة، هسه ماكو تحقيقات، خلي يسيطروا لنا الجثث ونشوف دربنا ونشوف ناسنا ونشوف اهلنا ونشوف النساء هذه والاطفال. واحنا عانينا ما عانينا، عانينا ما عانينا وتعبنا بالحكي هذا، يعني حكي ونتكلم لحد الان ما شفنا احد جانا هنا ولا نشوف هذه. اريد هالناس هاي خلي تطلع لهنا شو اسمه، ما يقدرون علي، خلي الناس تطلع، هاي تطلع كل ما يطلع ينطونا نجادات احنا نطلع نطلع الجثث. برايك من المقصر؟ المقصر ابو العباره، لان هي العباره ما تاخذ لها 50 شخص، وال 50 شخص هذا هو حطوا 250 شخص، مجرد تاخذ كل شخص 2000 دينار تصير دربه 500 الف، انت بدل ما تروح درب 500 الف روح لثلاث دروب، حافظ على المواطنين وحافظ على الناس. احنا بكان قاعد الحيوان هو حيوان يعتنون به، فهذا يحطوا حاط مو حاط يجعل حاسبهم حاشاهم حاسبهم يجعلهم حيوانات، حاط ناس فوق ناس فوق ناس فوق ناس. لمتى هذا الشيء؟ لمتى الشيء هذا؟ كم شخص انتفاضل؟ احنا فاقدين كل هذا، قرايبي واهلي وناسي وهذه كلها الناس هذه اللي راحت من عند، انا حاسبهم اهل واخوتي وامهاتي، انا حاسبهم اني مواطن عراقي وحاسب اي شيء الراح يعني متاثر عليهم، انا حالهم متاثر بي واريد اسوي لهم شيء بس ما العين بصيره ولد قصيره، اريد اسوي شيء بس ما اقدر بس ان تطلع ايش ثاني، ولا ينطون اسعار انا ما اعرف اسبح، لا ينطوني بس نجاده هسه اروح افوت على الفراه والله اسول عليه وانطيك 95% الا القي جثه 95%. مطلب هالناس هذه مطلب واحد ولا اثنين، مطلبنا احنا بس خلي يجيبون يناشنون الدول، يجيبون غواصين يطلعون جثتنا ونسلم نستلم جثتنا وندفن ابوك بالجنة في امان الله، ما عندنا مطلب ثاني، بس هذا اللي نريده. لما تنظل قاعدين هنا بس شوف هالناس هذه، شوف هالناس شنو ذنب هالناس هذه، شو تنتظر هالناس هذه غير تريد تستلم جثتها وتروح تدفن في امان الله؟ خلي يناشدون الدول، خلي يناشدون الخيرين يجيبون الغواصين ويطلعون، اذا ما عندهم امكانيه خلي يناشدون الدول يجيبون الغواصين. والله المقصر انا يعني ما حاضر بهذه حتى اقول لك فلان فلتان، انا ما اريد المقصر منه، ما اريد تحقيق، انا اريد استلم جدتي واروح ادفن في امان الله، ما عندي مطلب ثاني. رب العالمين انجاز وياه المقصر، رب العالمين انجاز وياه. من ولاد عمام اثنين انا، ها صار لنا ثلاث ايام هنا كل قبض ماكو، وين كل راحوا لا مسؤول، اول يوم جو راحوا خليه يجيبونه. ما جايبين احد والله، اليوم ما جابوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن شباب محافظة نينوى، عندما تلقينا الخبر كانت صدمة كبيرة علينا، فتوجهنا مباشرة إلى مكان الحادث، فقمنا بمساعدة أخواننا وانتشالهم من النهر، وقمنا بنقلهم إلى مقر الطب العدلي، وحقيقة هي صدمة كبيرة علينا. ف وصل عدد الضحايا الله يرحمهم ويتجاوز عنهم وإن شاء الله مثواهم الجنة إلى ما يقارب 118، فالآن نحن مرابطين في الطب العدلي وقمنا بشغلات إنسانية، ومنها اليوم الثاني بمأدبة الطعام خاصة على نفقة شباب حي المهندسين بدون أي سياسة وبدون أي منظمات، هذه فزعة وهذه ما تسمى الغيرة العراقية، ونحن الآن مرابطين وحاضرين بأي شيء يحتاجونه أهالي الشهداء. هسه أنا أعرف أني مقدر، إحنا العراق بحالة حرب، ما عدنا جهود، ما عدنا حد، ما يخالف، بس هذا شعب عربي كامل وينهم يلا وينهم خلي يجون هسه، من يريدون شيء من عدنا ما نروح لهم؟ أسعى واحد منهم من الشيء ما يروح لهم العالم؟ تمام لو لا؟ من الباحة يا أخي، أنا قعدتنا هذه ما لها معنى، هذه آخر 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 شنص هذا أدنى أنه نقعد هنا نستندر ولادنا ميتين، تمام لو لا؟ هذا مفترض ما هنا، مفترض نروح احنا، يا يجيبوننا أحد يطلعوننا ولادنا يقولوننا هذا ومات أو سوونا فد شيء، تمام لو ما تمام؟ احنا ببحدنا كل شيء ما راح نقدر نسوي، كل شيء ما نقدر نسوي. هسه خير ما بينا حتى اللي يعرف يسبح ما يقدر ينزل بالماء، انت تشوف المستويات الماء شلون مرتفعه والحاله شلون يا اخوي، واسال العالم، اسال العالم، انا يعني يمكن مقصر الكلام، اسال العالم. بس غواصين من الباحه لحد الان ولا جثه،
راح نطلع احنا ندور، اذا ما يقدرون يقولون احنا ما نقدر، روحوا انتم التوا بنفسكم، احنا ندور على جثث ولادنا. ما يصير يا اخي، ما يصير. انا من الباحه لحد الان ولا جثه ثلاث ايام من الصبح لليل، قسم منهم خارج الموصل، يجون من القرى خطيه، يجون لهنا ويباتون. ما يصير. اذا ما يقدرون يقولون يابا احنا ما نقدر، روحوا انتم طلعوا ولادكم. وطالب الدول العربيه والمحافظات ارسال غواصين، شغلتنا بس على الغواصين. اخوان الدعم الحكومه المحليه محدود، ما عنده الامكانيات، وفرق الانقاذ على اللي تطلع المفقودين مالنا، اريد لنا دعم خارجي، دعم دولي. صار لنا ثلاث ايام ليل نهار احنا مباتينا. هالعالم هذه كله اصحاب عوائل واطفال ونساء مفقودين. اذا ما يسوون لنا حل راح نطلع احنا على المي. هسه كل العالم راح تطلع على المي. خلي الاعلام يجي غادي يشوفنا، احنا بيدنا راح نطلعهم. زين عدد المفقودين اللي عندك؟ عدد المفقودين عندي 4 وغيري 5 وغيري 16 و15. عندي ابن خالي مفقود وابن خالتي، واثنين طلعناهم الحمد لله طيبين، وحرمه ماتت. الطالب دعم، يجينا دعم. احنا ظلينا 3 ايام 4 ايام وعالم عندنا من خارج الموصل عيباتوني هنا. ايش من سبب هالعالم هاي بهدلته؟ بدنا دعم. يعني هو نهر، ها مو بحر، هو مي، نهر، نهر صغير. يعني احنا نشكر جماعه كردستان اللي دزولنا 5 غواصين، بس احنا الموصل ما بيها غواصين. يعني ايش بين الغواصين الموجودين مال الموصل؟ ابطال مال الموصل، ابطال السباحه هم مال الموصل، هم بس وينهم؟ غير هسه يطلعون هاي وقت الشده هسه. زين انت عندك مفقودين؟ انا ابن عمي مفقود، هو انتظر يعني ماكو اي شيء، ما ننتظر بلا مسؤول جانا، لا احد جاء قال فرد، ما حد يعرف. هاي الناس من عين خي يشوفوا، ولا مسؤول جاء خي شاف هاي الناس، شاف معاناتهم. طبعا مستدرين جثه احنا، يعني او اي شيء ماكو، اي شيء يعني اي شيء فرد علاقه ماكو. ننتظر بلشي يلقون جثث ابنائنا. عندي 3 من اولاد عمي غرقوا وراحوا، لا حكومه منتبهه، لا احد منتبه، لا اكو غواصين، لا اكو نجادات، لا اكو اي شيء. نطالب الحكومه المركزيه والحكومه المحليه بوجود حلول انه يدورون الجثث ابنائنا اللي اكلهم السمك وظلوا داخل الماء. يعني جثثهم اللي فقدوا لك؟ تراوح من 23 25. ونطالب حكومه سامره وتكريت انه يطلعون قواصين، وفرق انقاذ ينقذون. زين للان ما سمعتوا خبر؟ ما حد جاب لكم خبر انه انتم متواجدين من الطب العدلي؟ اي خبر ماكو، ولا حد فطمان مجلس محافظه ما يدري بينا، لا حد يندلنا، قاعدين ننتظر رحمه ربنا. لا احنا نقدر نروح ندور، لا عندنا وسائل غوص حتى نروح نغوص ندور لهم، ومجرد قاعدين، اكثر من هذا ما عندنا. الآن في دائرة قسم الطب العدلي في الموصل مع مدير قسم، مدير عمليات ومدير الإسعاف الفوري ومدير الطب العدلي، وجميع سيارات الإسعاف حاليا منتشرة على ضفتي نهر دجلة مرابطة، على ضفتي النهر لمساعدة فرق الإنقاذ والقيام بنقل الضحايا التي يتم استخراجهم من النهر من قبل فرق الإنقاذ وإيصالها إلى المستشفى. عدد الضحايا التي وصلت إلى قسم الطب العدلي لحد هذه اللحظة هي 97 شهيد، 64 نساء، 15 رجال، الأطفال 18، 10 ذكوانات و8 ذكور. تم تسليم جميع الجثث إلى ذويهم. لا توجد في قسم الطب العدلي لحد هذه اللحظة أي جثة. ومنذ اللحظات الأولى كان لدور صحة نينوى كما تعلم تواجد في موقع الحدث، ونحن ومنذ 3 أيام مستمرين، وأعلننا حالة الطوارئ في جميع المستشفى. فيما يخص المصابين والجرحى، يعني احنا ما نقول جرحى، وانما بعض الحالات التي تعرضت الى اختناق قامت سيارات الاسعاف بنقلها الى مستشفى، وتم استقبالهم في مستشفيات محافظة نينوى، عددهم 41، والحمد لله اخذوا العلاج وخرجوا جميع هذه الحالات من المستشفيات، باستثناء حالتين، احدها في مستشفى السلام والثانية في مستشفى
حمام العليل حالتهم مستقرة والحمد لله. من خلال قناتكم أعزي أهالي الشهداء وندعو من الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن تنظر الحكومة المركزية والمحلية إليهم والإسراع في على أقل جلب المسعفين وجلب يعني زيادة عدد الفرق المنقذة، الفرق التي تقوم بالبحث عن هؤلاء الضحايا. هناك عدد كبير من ذوي المفقودين الذين قدموا إلى قسم الطب العدلي للسؤال عن ذويهم، ونحن بدورنا نهيب ونعلن لجميع الأهالي من لديه مفقود الذهاب وتسجيل اسمهم إلى أقرب مركز شرطة لكي يتم تسجيل أسماء هؤلاء. والله جانا خبر العبارة قلبت بالجزيرة ونتصل بهم، كلهم مقفولة موبايلاتهم تعرف بالماي واقعين. صار لنا هاي ثلاثة هم أربع أشخاص من ضمنهم ابن أخويا. صار لنا هاي ثلاثة أيام نجي لأن هم كانوا طالعين سفرة للجزيرة. العبارة هي 59 نفر محملين بيه 250 يقولون ما في 300 نفر. شو يصير العبارة والسد سد الموصل هم مبلغين، هم بلغوا قالوا يعني رح نفتح البوابات مال المي، دير بالكم لا من العبارة ما عبارة يعني دير بالكم لا تشغلوه وشغلوه. وهاي صار لنا من البارحة، هاي صارت ثلاث ايام عيد نوروز صارت الحادث، وهاي صار لنا ثلاث ايام هنا من البارحة لحد الساعة ماكو ولا جثة. زين افتهم شنو دور الحكومة؟ وين الغواصين؟ وين الابلام؟ ماكو كل شيء، ما يقولون لنا مثلا يابا لقينا جثة لقينا شيء، هالعالم كلها تنتظر، شنو يعني شو يسوي العالم؟ نريد احد مثلا يدعمنا مثلا من المحافظات من الاقليم من الدول، يعني هسه نحن نظل ننتظر هنا؟ اللهم يقبلها. بداية نعزي العراق ومحافظة نينوى بهذه الفاجعة الكبيرة التي راح ضحيتها ما يقارب ال 250 شخص بين مفقود وشهيد سقطوا في حادثة العبارة التي قلبت في نهر دجلة. وإلى اليوم مثل ما تشوفون هنا نحن بالقرب من الطب العدلي في مدينة الموصل، لا زال العشرات من أبناء هذه المدينة من الأطفال والنساء مفقودين، والأهالي لليوم اليوم ثالث يوم ينتظرون أي خبر عن أبنائهم وأطفالهم، لكن لا يوجد هناك أخبار، إضافة إلى تقصير كبير من قبل الحكومة بانتشال هذه الجثث والضحايا وتوفير مثلا الباحثين عن الضحايا في نهر دجلة. كشباب متطوعين وأبناء هذه المدينة نقوم بحملات تطوعية لدعم الأهالي هنا في هذه في الشارع الذين ينتظرون منذ ثلاثة أيام. أجعل اللي صارت هي أول وتالي إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن إحنا نطالب الحكومة المركزية بمحاسبة المقصر. يعني لحد الآن إحنا ما شفنا يعني شيء من الحكومة يعني يظهر على هاي العوائل اللي راحت بأكملها، عوائل راحت ما يقارب 250 شخص، ما شفنا الحكومة حاسبت مقصر، حاسبت مسؤول بالحكومة المحلية، حاسبت ما طلعت غواصين. ليش هذا البشر رخيص عند الحكومة؟ صار أرخص شيء بالعراق هو البشر. فإحنا نطالب المنظمات الدولية وحقوق الإنسان أنه تسوي دعم، طلع غواصين، طلع متابعة هذا الموضوع. احنا مقررين يوم العصر نروح على الشاطئ ونتمركز هناك، وكنا نروحنا ندور جثثنا. عوائل راحت بأكملها، الحكومة المحلية ما بطنانا، الحكومة المركزية ما حاسبت أحد. يعني مجرد
البرلمانيين والمسؤولين يجيك بنص العوائل اللي هي مفجوعه يتخطى ويتبختر بنصها وكانه جاي على 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 عرس. احنا نريد محاسبه المقصر امام انظار اهل الموصل. عوائل كامل طفت، بيوت كامله طفت انتهت، لا جابوا جثه، لا طلعوا غواصين، لا حاسبوا مقصر، لا كل شيء ما سووا. قالوا المحافظ جيبون غيره مثله، جيبوا لنا واحد. احنا نريد انه المنظمات الدوليه ومنظمات حقوق الانسان انه الناشد مو الحكومه المركزيه ولا الناشد، الدول الاخرى راحت عوائلنا كامله. حضرتك كم شخص؟ هاني فقدت الثلاثه، ولد عمي ثلاثتهم، ولحد الان ما عثرنا عليهم، قاعدين امام الطب العدلي اليوم من الصبح لحد العصر، ولا جثة ولا جثه، ولا شفنا كل شيء، ولا شفنا جانا احد من المجلس المحافظه او المحافظه او مسؤول جاء قال انتم احنا جاي متابعين موضوعكم او شعدكم، ما شفنا كل احد. قاعدين هنا من الصبح الى 12 للوحده بالليل، نرجع الصبح على اي نتيجه ماكو. لا حكومه طالبت، لا حكومه جت، لا حكومه انقذت اللي راحوا بالشط، لا اقالت احد، لا صح، انما بس هيك كلام بدون فعل، كلام بدون فعل ما يصير. حكومه لا تجي تجيب قواصين، الشرطه النهريه، الطالب المنظمات الدوليه ومنظمات حقوق الانسان بان يتدخلوا بهذا الشيء. الحكومه ما سوت لا المركزيه ولا المحليه، هذا شيء ما 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 ما, ما ينسكت عليه. والله ولد عمي ثلاثه، هذول اللي حكي عليهم عبد الله، هذول ثلاثه ولد عمي، ولحد الان ما اكو اي شيء، مفقودين لحد الان، وعوائل مفقوده عوائل، ما يصير هذا الشغل ابدا مو مقبول. كم يوم صار لكم واقفين؟ والله صار لنا من يوم الحادث، من يوم 23 لحد الان 21، من يوم 21 الى حد الان ما اكو اي شيء. جابوا لهم كم واحد وهاي هي، والشعب الموصلي هو اللي اكو شباب تطوعوا يطلعون الجثث من النهر، والحكومه ما قاعده تعير اي اهميه لهذا الشعب، خاصه الشعب الموصلي. في هذه الفاجعه المؤلمه على محافظه نينوى والعراقيين والاحباب والاصدقاء، لا يسعنا الا ان نعزي اصحاب الضحايا وندعو لهم بالصبر والسلوان، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان والايمان، ويتغمد الشهداء بالرحمه الواسعه، وان لله وان اليه راجعون. نطلب من القيادات والدولة إسعاف الضحايا والتفتيش عنهم في نهر دجلة، والله يرحم الموتى ويستر على الطيبين. والله مقصرين تقدر تقول كثيرين، بالنسبة للدولة مقصرة، بالنسبة للمواطنين اللي يشوفون النهر فايض وفيضان، هم جو تعدوا وركبوا هاي أهل هذا العبارة، هم مقصرين مو مضبطين عبارتهم ومو مرتبينها، هو الله يصلح البلاد والعباد واحنا من عرضهم. نعزي اهلنا في نينوى والعراق كافه بهذه الفاجعه الاليمه والتي سببها هو الفساد واداره الجزيره السياحيه الذين همهم جمع المال على حساب ارواح الناس. لا دور للحكومه المركزيه، لا دور لحكومه نينوى. نطالب بتجميد مجلس محافظه نينوى وإقالة المحافظ لا تكفي، الفساد هو سبب هذه المشكلة، وتم إقامة دعوة قضائية، ونحن كمحامين وحقوق لن نقصر ولن نجامل على حساب أرواح الناس. نحن قمنا دعوة قضائية وسنحاسب كل من قصر وكل من له يد في سبب إرهاق الضحايا. ثلاثة أيام لم يحضر مسؤول إلى هاي الناس، النساء بايتات ما عدا الخيرين من شباب نينوى والمتطوعين، قدموا الخير الكثير. وثالثا لا توجد غواصات، ولا يوجد دور لأي الحكومة ولا للشرطة النهرية ولا الحكومة المركزية، يعني الشعب كله إلى صلاح الدين داخل الدار، العوائل الشباب، لا دور ما عدا المنظمات حقوق الإنسان لها دور متميز. كمحافظة لا نسترجي منها أي مساعدة ولا خير في كل المسؤولين في المنينوة ولا في أعضاء البرلمان، ما عدا قلة قليلة همهم قوميتهم وأحزابهم، لا دور لأعضاء مجلس المحافظة. نطالب بإقالة مجلس تجميع عمل مجلس محافظة نينوى الذين همهم جمع المال، وأعضاء البرلمان أسماء محدودة معدودة اللي عندهم ضمير يطالبون بضحايا،
صار لهم 3 أيام الناس الشياب النساء أخواتنا قعدت بالشوارع، لا وجود ما عدا مدير صحة نينوى، لا توجد أي وزارة الداخلية ما موجودة عندها شرطة نهرية ولا غواصين. نطالب المنظمات بتوفير غواصين، ونحن بلد في أكثر الدول إذا راح 2 أو 3 تنقلب الدنيا. لحد الآن 50 جثة لم نحصل عليها، وأني كمواطن وكشيخ عشيرة جبور أطالب وقبت دعوة قضائية ضد كل من قصره. والله أنا عندي ابني انفقد وابن أخويا وابن عمي 3، وما شفنا أي حركة أي إنسان خاصة من مجلس محافظة نينوى، ومع الأسف يطلق عليه هذا الاسم، وإنما أطلق عليه اسم عربي حجرة عثرة محافظة نينوى. وأطلب من السيد السيستاني يصدر أمر بحسابهم من المرجعية. أعضاء مجلس محافظة نينوى اللي صارنا 4 أيام لحد الآن ما شفنا أي مسؤول قال لنا احنا سوينا هالشيء اخوان، او اتخذنا بحق الغرقانين على الاجراء الفلاني، او عثرنا على جثة، او خبرنا، او اتصلنا. لحد الان ما شفنا، فمحسوبين علينا وهم اذية. وانا اشكر قناتكم اللي بخدمة المواطنين. طبعا معاناتنا احنا اهل الموصل، نطالب الجسور بانه يرشعون حل الجسور، لان الجسور هسه كلها مهدده. يعني راحتنا راحت الفاجعه مال عباره، هسه راح يصير فاجعه الاخ مال الجسور، الله لا يقدر، لان الجسور مهدده. ونطالب من الحكومه بانه يرشعون صوره حل، ونطالب يعني هسه تلاحظ المطر هسه بدد من هنا ربع ساعة 10 دقائق هذا المنطقة تطوف بالفيضانات. نطالب الحكومة بأنها تشعلنا صورة حل. منطقة النبيشيد هي أزيد منطقة اللي تتأذى بالفيضانات. نطالب بأن يشعلنا حل، يشعلنا خدمات بالموصل، أي خدمات ماكو بالموصل. حمل المسؤولية للحكومة، لأن إهمال، أي مراقبة ما أكو، أي مراقبة ما أكو. أنت ما بس عندك الجزيرة، عندك هاي مدينة أبسط شيء، مدينة الألعاب، هذه الألعاب اللي فيها اللي صالها 40 سنة، اللي صالها 50 سنة، لحد الآن أي إدامة ماكو، أي مراقبة عليها ماكو. أي نعم، نطالب ثاني شيء الجسور. الجسور هسه مهددة، الله لا يقدر، هذا يصير فاجعة أكبر من الجزيرة، يصير فاجعة أكبر من الجزيرة. الجسور نطالب بأن يعملون الجسور. اخي بس حكي حكي حكي، نريد تنفيذ. والله الجسور ابني هاي ايش قصار من التحرير 2 و4 أشهر، اي جسر ما سووا، اي خدمات ما سووا. يعني الايمن هسه بالله الجسور خلينا نقول دعنا عنها، لكن هاي البيوت مال العالم اللي بالموصل القديمه لحد الان قاعدين بالمخيمات، ها ما عندهم لا مال ايجار، لا عندهم مال اكل، لا عندهم مال شرب. يعني شلون يعني الوضعيه الى متى؟ زين، ويطلعون بالاعلام يحكون كذا سوينا كذا سوينا، كل شيء ما سوى. جامع اللي 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 بالكورنيش بيت الله، ها براس جسر القديم، لحد الان بس سووا السياج ماله هو واقع. وجامع الكبير، جامع النوري، لحد الان بس حبر على ورقه، كل شيء ما سوى. زين، فشون يعني الى متى نظن احنا بهالحاله؟ من 2003 ولحد الان شنو سووه؟ بس اريد افهم شنو سووه للبلد؟ كل شيء ما سووه. يا ولي يجي دشتغل اشتغلوا، يجي لي بالإنارة يسوي لي رصيف، هذا جزرة وسطية شتايجر، هذاك اليوم سووه هسه يقلعوه، هذا بالكورنيش ثاني يوم يشيلوه يصبغ لي رصيف. هاي ما تفيدنا، نحن تفيد العالم هاي التعبانة اللي بيوتها واقعة بالقديمة، يعوضون العالم خيراتنا نحن للبلد ما حاجة يعني. والخير والبلد بخير بخير كثير يعني. زين، النفط ما شاء الله، زراعة وصناعة ومعادن وفوسفات وكبريت، وينها كلها راحت؟ أنا هسه ابني خريج من 2014 كلية زراعة، إلى حد الآن أي تعيين ماكو، أي فرصة عمل ماكو. هسه راح يلجأ، قالوا 1/4 اكو تطوع،
للجيش وللشرطة أنا هسه راح أدزه. أنا عمري 62 سنة لحد الآن ما عندي وما استلم دينار من دولة، لا راتب تقاعد لا راتب رعاية، قاعد على الطالب الطالب كل شيء ما عندي. يون ابني ببغداد وسدي يشتغل، هاي مو وضعية. نحن بلد خير المفروض نتعاون ونتكاتف ونخلي ايد بايد، مو هذا اللي نعرفه. يا اللي يجي يصير هو ما بالانتخابات ما حاجة، انتخبوني هذا رقم تليفوني، بس فاز حتى التليفون ماله لغاه. نحن صار لنا هين الشورى صار ثلاث سنين لسه ما سوى بدقة واحدة، ما سوى الدعامات ما سوى، يوميا ياخذ بالفلوس نهيبه من فلوس موسى كلها راحت كلها نبوه كلها باقوها، فساد علني. حتى اكو بشر يبيعوا بفلوس هنا بالموصل خام ما تعرفون انتم، اكو بشر يباعوا يشربوا بفلوس هنا، هاي محافظة نينوى فساد علني. يعني ما عندهم بشر اعتيادية، عندهم ما البشر يموت بشر يغرق بالماء، عوائل ماتت ما حد يدير بالي نهائيا، ما حد يدير بالي تعويضات، تعويضات ماكو. قام يقول لك اعوض مال فلوس سياره مال بيت وناس ماتت وناس ذبحت دور الدواعش، ما حد يعوضهم، كل تعويض ماكو، كل سوالف سوالف سوالف. بيجيك فلوس من الدوله الموصل كله ينهبوه كله يبقوه ياخذوها، متعاملين بيناتهم البرلمان واعضاء البرلمان بالمحافظه والمجالس المحافظه كل مواقف كلهم حراميه. الجسر ماكو، مؤتمنيه ماكو، مؤتمنيه ابد، يجيك بس الطحين والتمن والشكر، يجيك ما ثلاث اشهر ما اربع اشهر عم يجيك الطحين كل شهرين ثلاث عم يجيك وجبه، يجيك وجبه زي علف حيواني هو والتمن كله مكسر، الطحين معلف والتمن كله علف حيواني، كل شيء ما كان اكو. نحن قاعدين موصل بس خاصه موصل مذله، موصل كله مذله مذله، عايشين عوائل والناس الفقراء وناس مهجوله قاعده بالخيم وبيوتها هنا ما حد يعمر ولا كل شيء، وين فلوس الموصل؟ تعويض ما تعويض كله باقوا الفلوس، كل الفلوس ما موصل كله باقوها، منو باقها؟ جاء فقير باقى ولا زنقيل؟ هم الوزراء بيناتهم باقوها، والاعضاء كله باقوها بيناتهم. وانا شفت كل من المواطن المقابل يحكي، خلي حدا يحكي مقابله اني. طالب خليه الاسبان ينظرون على حال هالمدينه هذه المنكوبه، هالناس راحت بالعباره، الناس اللي استشهدت الله يرحمهم، ليش الشكل؟ هم يريدون يصير كارثة اللخ بالموصل؟ يعني هم يريدون يصير كارثة اللخ بالموصل؟ والله حتى الله ما يقبلها. هالمستشفيات هاي تروح عليها الباحث شفت بالمستشفى، الله الوكيل حباية بالستر ردت ما انطوني، قال ما عندنا. ها شوف هاي وضعية الشارع، الازدحامات، هالفيضانات تجي، الجسور، المستشفى، الخدمات. جسور قول بس زين؟ هو الجسر، هو الجسور. الجسور اهم شيء الجسور زين. يعني والله ما اعرف ايش اقول لك، والله معاناه اهل الموصل كارثه، والله ما حد عايش مثل اهل الموصل. خلي يجون ينظرون على حالنا، ناشط قائد عمليات، قائد الشرطه، الدكتور مزاحم الخياط، يشوفون يشوفون وضع المدينه، شوفون وضع هذا. اكو والله ماكو تعويضات، وتعويضات ايش؟ هاي البيوت كلها تضررت. انا واحد من الناس، هذا ابويا وزوجة اخويا واستشهدوا زين، ووالدتي من هنا ايده طاره. الله بدالك كفيلك الله، لا تعويض ولا روحه ولا جيه ولا ايه ولا لا زين. ونشكركم. الحل شنو برايك انت مواطن موصلي؟ الحل شنو؟ الحل معف يم الاخوه القاده الامديين الله يطول بعمرهم، أن ينظرون على 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 حلال البلد هذا، الحكومة يندارون علينا يشوفون قلت المجرى قليل زين، وهالعقود هذه التعيينات يطلقونا زين. هل على العالم بطالة بطالة؟ والله ها شوف هذا حال الشارع، ها الله وكيل. أنا أبو تاكسي، والله على من أطلع ال 15000 وال 10000 دينار أشوف الأمرين، وأنا برقبتي الله بدالك 11 نفر، 11 نفر برقبتي. اخوي احنا منطقتنا حيل تعبانه، وما حد جاء مسؤول ولا حد جاء سال علينا ولا حد جاء دور، والطرق والجسور حيل ازدحام، وما كنا حد حق علينا من المسؤولين. اقل شيء نعبر على الجسر ساعتين، والمنطقه مطوف، ونحن في منطقه القلوات سجن القديم، ماكو حد ميدا حق علينا ولا حد يجي علينا من المسؤولين، كل من ماخذ اي بوق وينهب بكيفه. ايه روتين بالدوائر تعويضات سبورت؟ لا لا كل شيء ماكو، شيل عنه ماكو، لا تعويضات لا حد جانا ولا حد يسال علينا. ايه بيوت مهدمه لحد، ايه اكو بيوت مهدمه لحد هالدقيقه، ولا حد جا ولا حد جا من المسؤولين. ماكو جثث جوا، جثث جوا الانقاذ، ماكو اي شيء من الحكومه المحليه، اي شيء ماكو.
هل يسوون شارع هذا الشارع ذاك وراس الفرح؟ شوفوا صوروا شوفوا شلون مكسر. الاطفال اذا يروحون على المدرسه بهالمايات هاي بعد تشوف حال الفيضانات ماكو ايش. الشوارع كلها مكسره يعني كلها مكسره. وتروح على المستشفى ماكو غير بس ما عنده غير بس مغذي. شو يسوي المغذي؟ يجون يشوفون هاي الحال الناس اللي ماتت تاكل نص الاسى نص الجثث بالماي وما طلعت. وايتهم لحد ما واقفين يصطدروهم يعني وميت ومن يصطدر ما راح يطلعوا. الحكومة فازة 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 وأي شيء من الحكومة المركزية ماكو. أولاً أعزي نفسي وأعزي شهداء الموصل وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمتهم وأن يتقبلهم من الشهداء إن شاء الله. بالنسبة للعبارة هاي شغلة يعني صارت عندنا شغلة عادية الموت. يعني إحنا نفوت من معاناة نطلع بمعاناة ونفوت من أزمة نطلع بأزمة. وإحنا هاي العبارة راحوا غرقوا أسبوع أسبوعين راح ينسون بالكثير اسبوعين راح ينسون حالهم حال الماتوا. فاحنا اللي نطالبه من الحكومه يشوفوني ويسمعوني الجسور معاناه الناس عتعاني منهم معاناه كثيره. يعني عندنا جسر الرابع فرد نوبه يعني وضعيته تخوف وضعيته فرد نوبه تعبانه. عندنا جسر الثالث مسيبي جسر الحريه مسيبي. وين اليوم الحكومه؟ وين شغلها؟ ايش عتسوي الحكومه؟ زين الجسور ازدحامات مقبطه تريد تعبر ما تقدر من الازدحامات. زين اليوم الحكومه يعني عتشوف بعينها عتشوف المعاناه العالم عتشوف العالم نفذ صبرها. الناس ما ظلت عندها صبر. يعني اللي نطالبه من الحكومة وريد من الحكومة أن يشدون أحزامهم على هاي الجسور. ترى الناس عتعاني وحيل تعبت من الجسور. بالنسبة للكادر الطبي فساد. يعني احنا عندنا أطباء بلا حدود. الأطباء بلا حدود بارك الله بهم وربي يحفظهم هم الناس اللي يعينون العالم واللي يشوفون مساعدات العالم. زين عندنا مستشفى العام هي احسن مستشفى بالعراق هامليه ولا دايري لبال ولا لهم اي دخل منها. فاللي طالبه من الحكومه ان يركزون على هذا الموضوع ويركزون على هاي الشغله. والله الجسور الزحام حيل حيل يعني نعبر الجسر ساعتين ثلاثة واربعة يعني حزد يصير هوس. يعني شو اقول العالم يصير شو اقول الزحام على طول الجسور مكسرة يعني تعبانة حيل حيل. ماكو لا خدمات بهاي المنطقة. يجيبوا الخدمات دقيقتين ثلاثة وراح مشي. يجيبوا البلدية يريد فلوس. يجيبوا التجاوزات يريد فلوس. منطقة يعني خدمات معدومة. ماكو أي خدمات فيها. الحركة فيها معدومة. والحركة معدومة وأنت عشوف يعني عشوفون الشارع عشان. نعم. فساد الحكومي اللي موجود بالموصل اكو اعمار نهائيا ماكو اعمار تعويضات احكي لي لا لا جو تعويضات ولا جو اعمار نهائيا خلف الله على المنظمات عاد تجي يعني يصلحون ويعملون المنظمات الا ما الحكومه نهائيا ماكو زين فساد بالدوائر الحكوميه اكو لا ويصب من ويصب من تريد اكو فساد وين احكي ابسط ابسط موظف خدمات عنده فساد.